الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ إلينا الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بإذنه الأمة حتى تركنا على المعدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وشقي. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى الصحابة كلهم أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المسلمون، أمة الإسلام، إخواني من المسلمين، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واشكروا الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليكم من النعم الجليلة ومن آلائه المترادفة ومننه المتكاثرة. فاشكروا الله سبحانه وتعالى، فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فاتقوا الله عباد الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ذلك امر الله انزله اليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وعلى الله سبحانه وتعالى للمتقين، لأولياء التقوى، لأهل التقوى، إن الله سبحانه وعده لإعطاء النور الفارق بين الحق والباطل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم. فاتقوا الله عباد الله، وادعوا ربكم، وأمروا بالمعروف تنصروا، وانهوا عن المنكر تحصروا، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا بالطلب وتوكلوا عليه، فإن الله يحب المتوكلين. من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. يقول الله تبارك وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. أيها الأحبة في الله، فتمسكوا هذا الدين واستمسكوا بالعروة الوثقى حتى أن توصل بها إلى الغاية المنشودة رضا الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه تعالى تواب كريم، ملك بر رؤوف غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشكره تأذن بزيادة لمن شكر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السادات الكرام. أما
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله اتقوا الله سبحانه وتعالى حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واحذروا عن صغركم وكبائركم عباد الله، اتركوا المعاصي والعصيان، فإن المعاصي ما حلت في ديار إلا خربتها، ولا في قلوب إلا أفسدها، ولا في نفوس إلا عذبتها. فاتركوا المعاصي ونظروا قلوبكم بنور التقوى، وابنوا حياتكم حياة صالحة مرضاة بتقوى الله بعد رمضان إلى عام المقبل. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، صاحب الجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام وأنصاره، اللهم دمر أعداءك أعداء الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واليهود المغضوب عليهم والنصارى والملحدين يا رب العالمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اهلك اليهود المغضوب عليهم، اللهم اهلك اليهود النصارى الغاصبين المعتدين يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من شبكة اليهود ومن أيدي الظالمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا، واجعل لهم من لدنك وليا ونصيرا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، واجعل لهم من لدنك وليا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بعدوك وعدو الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا واشف جرحانا ودائي مريضنا يا رب العالمين. اللهم فرج همومنا ونفس قلوبنا. اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين يا ارحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والربا والزنا والمعن وسوء الفتن من بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين. واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسخاء يا رب العالمين. وصل اللهم على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله رحمكم الله، إن الله تعالى يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.